هذه الحمله الجراحيه، حنا كمسؤولين على الممرضين في التمريض، وجدنا على ما يزيد تقريبا 25 ممرض وممرضه اللي ساهموا في هذه الحمله الجراحيه، منهم اللي كاين في قسم الجراحه تقريبا 5 ديالهم في التخدير، ومرتبطه ممرضين من الدوله. كذلك في اقسام الوحده الطبيه تقريبا على ما يزيد 15 ممرض اللي مسؤولين على السهر على المرضى اللي استفدوا من الجراحه. فيما يخص المركب الجراحي الحمد لله العمليه تمر بسلام وبخير الحمد لله. في جميع الأجهزة الحمد لله متوفرة، جميع الأدوية متوفرة، والعملية الحمد لله تمر بخير وسلام. تقريبا 5 اللي صار ديال يعني 5 القاعات الجراحية اللي كتخدم مشغلة بالأطباء بالأساتذة بالممرضين بالاختصاص. ممرضة التخدير ولا ممرضة ديال الأقسام الجراحة كنشكركم أكثر الشكر، ولكن صرت فرحان أنا فرحان، وما ننساش لي من دول اللي ما عمرهم جانا اللي وقفوا معنا، والحمد لله السكينة اللي الرضا اللي كنترجموها لك مدينة بالرضا على السكينة اللي كنشوفهم جاو عندنا وفرحوا وفرحوا، وهذه أنتم شفتوا هذه الحملة اللي اكتسبنا واحد التجربة من الحملة اللي جداتو ولاو دابا الحملة كتجي معنا ناصبة على أمورهم اللي شفتوها بعينكم كيجي المريض كيجي كيدير معنا دابا الخير وكيمشي ويسير لنا. شكرا.